السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الرابع، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم عبارة عن نص معلوماتي بعنوان كرة السرعة. نقرأ الدرس. بدأ نشاط ممارسة هذه الرياضة عام 1960 ميلادية بالأماكن الواسعة أو على الشواطئ، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح رياضة دولية باسم كرة السرعة، وكثير منا لا يعلم أنها اختراع مصري 100%. هيا بنا لنتعرف حكايتها. كان محمد حسين لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام 1960 هو الأصل في تاريخ هذه الرياضة، وتتلخص هذه اللعبة في تثبيت كرة التنس بخيط متين، وينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت على الأرض. كانت طريقة اللعب عن طريق ضرب كرة التنس بحيث تتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد يتم اختيارها، وتتميز هذه اللعبة بإمكانية لعبها بشكل فردي أو زوجي. رغم مكونات اللعبة البسيطة، فإن كرة التنس كانت قابلة للتلف، كما أن المكونات المعدنية باهظة الثمن، ولذلك سعى محمد حسين لطفي إلى تطوير اختراعه من خلال إيجاد كرة خاصة من المطاط كي لا تتمزق بسرعة، وقد وجد كذلك طريقة لتثبيتها في الخيط، وأصبح شكل الكرة بيضاوياً حتى حصل محمد حسين لطفي على براءة اختراع لكرة السرعة عام 1972 ليثبت للعالم أنها اختراع مصري خالص. كان أول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد باسم كرة الدائرة، ثم سرعان ما انتشرت ممارستها على الشواطئ حتى أطلق عليها كرة الشاطئ، ثم تغير اسمها للاسم المتعارف عليه حاليا وهو كرة السرعة، وقد لاقت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار في كثير من الدول، وأصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافل الرياضية على مستوى العالم. بعد قراءة الدرس تنتقل إلى الشرح. النص بيبدأ بيقول لي إن ممارسة الرياضة دي بدأت سنة 1960. طيب الرياضة دي كانت بتمارس فين؟ كانت بتمارس في الأماكن الواسعة أو على الشواطئ. بعد كده الرياضة دي تطورت على لحد ما بقت رياضة دولية وبيجي اسمها كرة السرعة. طيب حد فينا يعرف يا ترى هي كرة السرعة دي مين اللي اخترعها أو بدأت فين؟ يلا بينا نعرف هي بدأت فين ومين اللي اخترعها. بيقول لي إنها اختراع مصري 100%. يلا بينا نعرف حكايتها. بتبدأ الحكاية بمحمد حسين لطفي اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام 1960، بيقول انه هو الاصل في تاريخ الرياضة ديت، هو اللي اخترع الرياضة ديت. اللعبة بتتلخص في تثبيت كرة التنس في خيط، والخيط بينتهي في الطرف الآخر بعقدة متينة متثبتة في عمود معدني ثابت على الأرض. طريقة اللعب كانت عن طريق ضرب كرة التنس بحيث تتأرجح، يعني تتحرك وهي متدلية من الخيط، هي ونازلة من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد يتم اختيارها بطريقة معينة بيحدد القواعد بتاعتها. واحد بيضرب من هنا والتاني بيضرب الناحية التانية، فعشان كده اللعبة بيقول لي ممكن تتلعب بشكل فردي أو زوجي، ممكن تلعبها مع نفسك أو مع حد تاني. بيقول لي على الرغم من أن مكونات اللعبة بسيطة، لكن كرة التنس كانت قابلة للتلف، الكرة بتتمزق وتبوظ. كمان المكونات المعدنية في العمود المعدني مثلا باهظة الثمن غالية، عشان كده محمد حسين لطفي حاول انه يطور اختراعه من خلال انه فكر انه يعمل كورة مخصوص من المطاط حتى لا تتمزق بسرعة، عشان ما تتمزقش بسرعة، ما تتقطعش بسرعة، ولقي طريقة يثبتها في الخيط وبيجي شكل الكورة بيضاوي مش دائري، بيضاوي.
ومحمد حسين لطفي حصل على براءة اختراع. يعني ايه براءة اختراع؟ ان انا بثبت ان الاختراع ده بتاعي انا، علشان محدش بعد كده يسرقه مني او ينسب الاختراع ده لنفسه هو. سنة 1972 عمل براءة اختراع بكرة السرعة الجديدة اللي هو اخترعها، علشان يأكد للعالم انها اختراع مصري خالص. طيب هي كرة السرعة دي بدأت فين؟ قال لي كان أول ملعب لكرة السرعة في مدينة بورسعيد، وكان اسمها كرة الدائرة مش كرة السرعة. بعد كده انتشرت على الشواطئ لأنها لعبة بتحتاج أماكن مفتوحة وواسعة، وأطلقوا عليها كرة الشاطئ عشان كانت بتتلعب على الشواطئ. بعد كده تغير اسمها للاسم اللي احنا عارفينه دلوقتي وهو كرة السرعة. والرياضة ديت لاقت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار، يعني حظت بإقبال ناس كتير من مختلف الأعمار وفي كثير من الدول، لحد ما بقت رياضة دولية مش رياضة محلية في مصر، لا دي بتمارس في المحافل الرياضية على المستوى العالم، يعني في المناسبات العالمية، أماكن التجمعات الرياضية على مستوى العالم. بعد ما شرحنا الدرس نشوف الأسئلة كام سؤال عليه. سؤال صح وغلط. كان أول ملعب لكرة السرعة بمدينة القاهرة؟ أكيد لا، لأنه هو كان في مدينة بورسعيد. حصل محمد حسين لطفي على براءة اختراع كرة السرعة عام 1972؟ عبارة صحيحة. رياضة كرة السرعة بتمارس بالمسابقات الرياضية المحلية فقط في بلدنا بس، في مصر بس؟ لا، دي بقت رياضة عالمية بتمارس في المحافل العالمية. عرفت كرة السرعة في البداية باسم كرة الدائرة، صح؟ كرة السرعة هي اختراع فرنسي؟ أكيد لا، اختراع مصري. نشاط بعد كده، بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة التالية. اختر كرة السرعة اختراع لبناني ولا مصري ولا فرنسي؟ مصري. أطلق على كرة السرعة كرة التنس ولا القدم ولا الشاطئ؟ كرة الشاطئ. تمارس كرة السرعة في الأماكن الضيقة ولا العالية ولا الواسعة؟ كنا في الشرح إنها بتحتاج الأماكن الواسعة. استخرج من النص، هحتاج الحياة اللي جاية من النص. مرادف تتحرك، في كلمة في النص مرادفها تتحرك تتأرجح. مفرد اختراعات، اختراع. جمع الدولة، الدول. مضاد محلية، عالمية. بعد نهاية الشرح وحل الأسئلة أتمنى يكون المعلومة وصلت والشرح كان بسيط وسهل، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من التلاميذ. شكرا لكم.